يعني احنا عارفين اكيد ان الجام هيكون احسن، بس احنا حابين ان احنا نسهل الموضوع شويه للناس في الحلقه دي، ونقول لهم على ازاي يقدروا يمارسوا الرياضه دي باحسن شكل في البيت. فايه ايه الحاجات اللي ممكن، لو مثلا انا دلوقتي قررت ان انا همارس رياضه في البيت، ايه الحاجات اللي انا ممكن اشتريها من اي محل بيبيع اللي هي الحاجات المستلزمات الرياضيه دي؟ ايه الحاجات اللي انا المفروض اجيبها عندي في البيت، واوزانها ايه عشان ابدا ان انا اتمرن في البيت؟ لا، ممكن اجيب دمبل، ممكن اجيب اسلك، وفي انواع اسلك كتير، في اسلك صغيره ممكن تلبس في الرجل تعمل بيها شويه حركات، في اسلك اللي هي بتبقى ليها هاندل او جراب كده تمسكها بايدك تعمل بيها بقى باي وشولدرز وتشست وكل العضلات اللي انت عايز تشغلها بالاسلك ده ممكن تقدر تعمل بيه. ممكن تجيب، ممكن في اسلك كمان اللي هو بقى اخف شويه، وفي الاصعب منه شويه، الاصعب منه شويه حسب السمك بتاع الاسلك ده، بيديك مقاومه اكتر فيخلي العضله تبقى اقوى شويه لو انت استخدمت اللي هو اتقل. فممكن ان انا في البيت ابقى اتمرن، واتمرن كويس قوي، واتمرن كل عضلاتي، ومع ان انا ممكن اعمل تمرينات بوزن جسمي جنب الدمبل وجنب البار وجنب الاستيك والحاجات دي. يعني الحاجات دي انا محتاجاها ان انا اشتريها عشان اقدر ان انا ابدا اعمل تمرينات في البيت، تبقى افضل من ان انا اعمل من غير الحاجات دي، صح؟ جدا جدا جدا. طيب ايه، قولي دلوقتي في ابلكيشنز كده وتطبيقات بتبقى نازله على الموبايل ان انا تديني زي ورك اوتس او زي تمارين ان انا اعملها في البيت، الحاجات دي بتبقى كويسة يعني أي حد ممكن يقدر يستخدمها ويستفيد بيها، ولا بتبقى غلط؟ ممكن لو في حد هو اللي بيعمل بروجرام، يعني انا لو انا في ممكن ناس هي متخصصه بتعمل البرامج دي، وتبقى لكل حد بروجرام مناسب ليه حسب وزنه حسب سنه حسب الحاجه اللي هو عايز يوصل لها، فيقدر ان هو يستخدم البروجرام ده في البيت ويعمله، ودي حاجه مفيده جدا جدا جدا. يعني يعني انا اقدر ان انا انزل مثلا ابلكيشن، بس في حاجات، في ابلكيشنز ما بتبقاش فيها، يعني بتبقى هي اوريدي فيها ورك اوت انت بتختار وبتبدا ان انت تعمل التمارين ديت، فدي عادي ان احنا نقدر نستخدمها، ولا ممكن يتم استخدامها خطا؟ هي عادي، بس لو انت عندك حاجه والتمرين موجود في تمرين معين وانت ده ممكن ياثر على ركب مثلا، انت عندك في مشكله في ركبتك هيأذيك او هيطلع المشكله دي هتزيد عندك. لكن لو حد طبيعي ما عندوش مشاكل ويقدر ان هو يعمل التكنيكس دي بشكل كويس، لا يعني نقدر يستخدمها عادي، مفيش مشكله. نقدر نستخدمها ونستفيد بيها، لان انا بحاول دلوقتي، انا عارفه طبعا دور الجيم مهم، وكمان دور المدرب اللي بيبقى موجود في الجيم بيكون مهم جدا، الفيتنس ترينر، بس بتكلم على فكره انه احنا لو احنا عايزين نسهل الموضوع على نفسنا، وان احنا ناخد على الاقل فايده حتى لو بسيطه في البيت، يعني احنا نعمل تمارين في البيت.